السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل المتابعين. وفي الحقيقة يسرنا كثير أن نطلع عليكم عبر هذا التصوير الخاص الذي نتحدث فيه عن زيارتنا إلى محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ، وما هو إلا شرف عظيم لنا أن نتواجد اليوم مع أبناء الوطن هنا في هذا الإقليم الشاسع الذي يتواجد فيه الكثير من أبناء الوطن محتفيين، وأيضا يساعدون ويساندون إخوانهم من أبناء محافظة مأرب في بناء وإعادة تطوير هذه المحافظة التي لاقت الويلات الكثير بسبب التهميش من الأنظمة السابقة. اليوم مأرب من خلال زيارتنا لها وجدنا عمار ووجدنا تطور تنمية شاملة، وهذا يعود بفضل الرجال المخلصين الذين استطاعوا أن يوجدوا مؤسسة دولة فاعلة. نوجه التحية عبر هذا الفيديو الخاص إلى ربان السفينة وقائدها اللواء الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب ورئيس إقليم سبأ، فهو الذي أيضا له فضل في جعل هذه المحافظة أكثر تطورا ونماء. تحية أيضا للقائد العام للقوات المسلحة فخامة الرئيس الذي أيضا يولي اهتمام عالي في هذا الموضوع ويوجه المحافظ والجميع هنا من أجل استقرار وأمن محافظة مأرب وكذا المحافظات التي اليوم تعتبر مسيطر عليها الشرعية. في الحقيقة زيارتنا هي تعتبر الثانية، وعندما نصل إلى محافظة مأرب نشعر أننا في بيتنا الثاني من خلال الحفاوة يعني وحسن الاستقبال والكرم والطيب لأبناء محافظة مأرب، فهم ما شاء الله عليهم أصحاب واجب وأصحاب يعني ما شاء الله ترحاب. نوجه التحية لأبناء محافظة مأرب على طيب الاستقبال، وفي الحقيقة هذه الزيارة ستكون إن شاء الله لأيام معدودة، فقط من خلالها نزور فيها مؤسسة الدولة، نلتقي بالقيادات، نلتقي بالمواطنين، نرى شوارع المحافظة التي أصبحت اليوم أكثر نشاطا، وبسبب أيضا وجود رجال المال والأعمال والتجار الذين ساندوا وساعدوا من أجل تنمية وتطوير محافظة مأرب. كل التحية والتقدير لكم، وسينتصر الوطن بكم، ومهما تظل بلادنا منكوبة سنبنيها طوبة طوبة. أخوكم سمير السروري مذيع قناة عدن الفضائية.